ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. برج السرطان، هنتكلم النهارده على النصايح الهامه كتير خلال شهر ديسمبر لعام 2022. مبدئيا كده احنا عندنا شهر هيكون يعني عارف اللي هو ايه، جزء وجزء كده، في حاجات ايجابيه وحاجات هتبقى يعني. المهم النصايح احنا بنتكلم فيها على ان احنا ازاي نتجنب الامور السلبيه وازاي ان احنا نصل الى الايجابيه بشكل كتير كامل. مبدئيا اهم حاجه لازم ناخد بالنا منها كتير واحنا داخلين الشهر ده هو الوضع الصحي. اولا احنا الوضع الصحي بالنسبه لنا هيكون معاكس شويه. خلي بالكم كتير من ان انت يكون عندكم انتقالات. يعني ايه؟ يعني بتنتقل من محافظة لمحافظة، من بلد لبلد، من مش عارفة. الانتقالات دي في حد ذاتها هتسبب لنا تغيرات جوية وتقلبات. اولا انت التغيير هيساوي ليك تقلب نفسي، والتقلبات النفسية تؤثر كتير على لعب بالمناعة، لأن العامل النفسي مؤثر جدا على الصحة الجسدية. أما ليه يقولك اللي هو الأمراض اللي هي الصعبة شوية، إن إحنا نحاذر في النفسية فيها، يعني نخلي بالنا ندعم الشخص ده نفسيا، لأن النفسية هتوصل لطريق أكتر للشفاء. برج السرطان أنت وبرج أنت والأبراج المائية، ولكن أنت أولهم، أنت وبرج العقرب عندكم ده كتير، زي برج كمان العذراء، زي برج الميزان. الأبراج دي عندهم بيتعاملوا بالنفسية قوي، يعني نفسيتهم مؤثرة كتير على صحتهم الجسدية. فأنت هيكون عندك يا برج السرطان لازم تكون حذر كتير من الانتقالات، حذر كتير من المشاكل اللي ممكن تقابلك، لأنك هتقابل أشخاص عندهم مطمع رهيب جدا جدا فيكم. هيكون عندك أشخاص بيبقى كلامهم دب، عارف كده اللي يقولك كلامك سم يا أخي. في اشخاص هيبقى كلامهم تقيل عليكم جدا، هتبقوا مش حابين الطريقة ولا الكلام ده اساسا، لان الاشخاص دي بالنسبة لكم هم شايفينكم ان انتوا حاجة كبيرة، فعايزين استغلك واشفطك. فخلي بالكم كتير، انتوا عندكم ناس كده جدا. فاذا برج السرطان خلي بالكم قوي 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 من ان انتوا تكونوا متأثرين من النفسية. يعني حاولوا كتير ان انتوا تبقوا واخدين بالكم ان اللي بيقول حاجة او اللي عنده طمع او عنده مش عارفة ايه، انكم تبقوا تعدوا الامور ببساطة. يعني مادام ان انتم محافظين على حياتكم، على مالكم، على ان محدش يقدر يتدخل بيه حياتكم، خلي اللي يتكلم يتكلم، اهو اخره كلام، اخره كلام. فانتوا محتاجين كتير يكون عندكم هذا المبدأ. النقطة التانية ان هيكون عندنا فعليا الوضع الصحة بقى الجسدية، ان هيكون عندنا عرضة لبعض المشاكل. يعني لازم ناخد بالنا كويس قوي قوي من التقلبات الجوية، زي ما قلت لكم ان احنا ممكن يكون عندنا برد فيتفاقم معانا، يزيد معانا الامر. خلي بالكم كتير من التعب الاعصاب، اللي هو الاعصاب الخاصة بالايد، الرجل، الحاجات اللي زي هيبقى فيها مواجع، يعني فيها مواجع شويه. فخلي بالكم في النقطه دي كتير. يعني اذا الوضع الصحي هو من اهم النقاط اللي لازم ناخد بالنا كتير منها من الناحيه الصحيه. طيب النقطه التانيه هي ان احنا لازم نكون واخدين بالنا كويس قوي من كلامنا، لان كلامنا هيكون ليه تاثيرات سلبيه نوعا ما. بمعنى ان هيبقى عندنا يا برج السرطان اشخاص هيبقى كلامنا احنا معاهم، يعني انتوا نفسكم كلامكم بيتبني وبيتفهم غلط، بيتبني وبيتفهم غلط. يعني ايه؟ يعني بالنسبة لك انت ممكن تكون بتحكي في حاجة، فاللي قدامك يترجم حاجة تانية خالص، لانك انت ما احسنتش ترتيب الكلام. فاذا خلي بالكم كتير من كلامكم، اني انا اما اجي اتكلم في موضوع يبقى انا واخد بالي انا بقول ايه، لان اللي قدامك فعليا فعليا هيبني كلام او هيبني مفهوم من كلامك على طريقته الخاصة. وعلى فكرة هو مش بيفتي، هو هيبقى كلامك بيتجه الى هذا الاسلوب اللي هو فهمه، اللي هو هيبقى حاجة مش كويسة. كمثال انك انت مثلا بتقول كلام على نياتك جدا وعلى سجيتك جدا جدا، ولكن مش مدرك التفاصيل اللي انت بتقولها، مش مدرك طريقة التعامل او طريقة طلوع الكلام منك عاملة ازاي. فانا اجي اشوف، لا انت بتكلمني بالطريقه، نبره صوتك كان فيها حاجه، لا انت تقصدني انا بقى، لا انت مش عارف ايه، فاهميني اقصد ايه؟ اكيد وصلت لكم المعلومه اللي انا عايزه اوصلها لكم. فخلي بالكم من طريقه كلامكم، ركزوا كويس قوي الكلمه اللي بتطلع معناها ايه، عشان ما ترجعوش تزعلوا، لان لما يجي بعد كده تعاتب الشخص ده على ان هو زعل منك، او الشخص ده يتعاتبك ان هو زعلان منك في كذا او كذا، مش هتعرف تقول ان انا اصلا على نيتي، اصلا ما كنتش اقصد او ما اقصدش. هتلاقي نفسك اللي هو انت لو مكانه هتفهم اللي هو المفهوم اللي فهمه. فخلي بالكم كتير من كلامكم، ركزوا في كلامكم. النقطة التانية، يستحسن انك ما تتكلمش على حد،
يعني لما حد يجي يكلمك على شخص ما بلاش ان انت تحكي على الشخص ما ده، لا بسلبية ولا إيجابية. حاول كتير انك انت تكون يا وسطي يا اما ما تتكلمش خالص على اشخاص، لان كلامك على اشخاص هيصل بالنص، هيصل للشخص ده بالنص، وكلامك اللي هيكون بيتقال هو صدقني هيميل اكثر للسلبية، لان اللي هيجي بيحكي معاك على شخص هو عايز يسمع منك السلبية فقط مش الايجابية، عايز يسمع منك ان انت في صف وهو مش في صف اللي انت بتتكلم عليه، فبالتالي هيجرك على انك انت تتكلم على الشخص الاخر ده بشكل سلبي. فخلي بالكم كتير من كلامكم على الاخرين، لانه هيصل بالنص وفي الاخر هيبقى شكلكم انتوا الوحش ان انتوا قلتوا وعدتوا. فدي نقطة كتير مهمة. النقطة التانية، ما بلاش ان احنا ندخل في جو مشاكل خاصة مع عائلة او عاطفة اول اسبوع بالاخص، اول اقدر اقول 9 ايام. هخلي بالي كويس، فالوضع العائلي والوضع العاطفي بالنسبة لنا لازم ناخد بالنا كويس جدا جدا من ان احنا نبعد عن المشاكل، نبعد عن الخلافات، نبعد عن العند. يعني اي حاجة متعلقة بعند اخلي بالي كويس قوي، لان بالنسبة لنا العند هيبقى وسيلة، عارف فكرة كده يقولك العند يولد الكفر ومش خلي بالكم كتير، فعليا محتاجين ان احنا ناخد بالنا جدا جدا، لان هيكون عندنا في عداءات ممكن تحصل بالفعل، في مشاكل ممكن تحصل بالفعل، لان العند والامور اللي ليها علاقه بالجدل واللي ليها علاقه بيه ان انا اقول للي قدامي كلام يدب فيه كاني واصي عليه، احذروا من فكره السيطره على الحبيب او على طرف من اطراف عائليه، لان ده هيدخلنا في مشاكل كبيره كبيرة. طيب بالنسبة لي برج السرطان، النقطة الثانية الوضع العاطفي، إذا كان في مشاكل ما فضلش أبدا أبدا إن إحنا نصلح العلاقات أول 9 أيام، يعني مش وقت للرجوع أول 9 أيام، لا بالعكس خالص، من يوم 10 أقدر أقول ان ممكن يكون في فرصة للرجوع، لكن اول 9 ايام انت ممكن تيجي ترجع للحبيب يحصل فيه مشكلة اكبر، يعني تيجي تعاتب عشان ترجع وتصلح العلاقة تبوظ الدنيا معانا اكتر. فلا محتاجين كتير ان احنا ناخد بالنا صراحة الامر. برج السرطان كمان من النقطة المهمة كتير ان الوضع العائلي، احنا محتاجين نحافظ على العائلة كتير. اي نعم انا معاكم جدا ان اغلب مشاكل البني ادمين حاليا وفي الزمن اللي احنا فيه بتكون من الاهل، اللي تلاقيه طبعا فيه، واللي تلاقيه بيتكلم عليك كلام سلبي، واللي تلاقيه باصص لشكلك قوي، واللي تلاقي حقد، واللي تلاقي حسد، واللي تلاقي اللي يقول لك انت معاك احسن مني، انت معاكي حق شخص افضل مني، انت مش عارفه. والله انا عايزه اقول لكم على حاجه، عارفين والله مش كل، يعني في ناس كتير قوي انتوا لو تشوفوا او اقول لكم مثلا الرسائل اللي بتوصل لي، والله تكتشفوا ان الناس عندها مش عائلات، لا عندهم عقارب، عقارب يعني عقارب باللغه الدارجه. فخلي بالكم كتير، كل الناس كده، يعني كل الناس كده. انا عندي ناس قالوها لي في وشي، يعني اللي هو ايه، انت اتجوزتي واحد عينه ملونه كده ازاي؟ يعني ازاي يعني خدك ازاي؟ عارفين اللي هو بصيت لها كده جي، لا وقربتي والله واكيد بتسمع يعني، اما ايه ما اعرفش برج ايه. فاللي هو كل الناس كده، كل يبص لك على حاجة، حتى لو انت ايه، مراتك، جوزك، مش عارف مين، عيالك، بيتك، يا لهوي، فكله كده، كلنا لها. المهم فبرج السرطان حاولوا كتير ان انتوا برغم كل ده، اني انا ابعد عن الناس دي، قلبي ما ياكلنيش عليهم. انتوا كبرج السرطان حنينين على فكرة، تبقى عارف ان دوت عدو ليك ويكون ليك حقده بيتكلم عليك، وفي نفس الوقت اصله مني، اصله اخويا مثلا، اصله مش عارف مين، اصله لا، اصله الدم بيحن، اصل ده كلام، ده كلام. يعني بصوا مش كل الاهل، في اهل كده بيبقوا سكر كده، تحطهم على الجرح الجرح يروح، والله بيبقوا بلسم. في اهل اللي هو فعلا يتقال عليهم اهلك لا تهلك، وفي ناس بالببش، الببش عليهم حلو قوي. فبرج السرطان حاولوا كتير ان قلبك ما ياكلكش على الناس اللي هم السيئين، اصل برج السرطان انت بالنسبه لك روحك تروح في الشخص السيء،
فخلي بالكم كتير يعني من نفسكم، ارحموا قلوبكم. فاذا برج السرطان خلي بالكم كتير، ما تبقاش بتحن للشخص اللي هو حاقد عليك اساسا وطمعان فيك اساسا، والشخص اللي ممكن يحبك ويدعمك وي وي وي، ان انت تبقى مقلق منه وخايف منه عشان هو واضح او عشان هو صريح. خلي بالكم كتير من، فكروا كويس قوي في الناس اللي حواليكم في الاهل، اذا في شخص بيدعمك من الاهل اقبل دعمه، اقبل انك تكون قريب منه واقبل دعمه. اذا كان في شخص بيتدخل في شؤونك ويقعد يزايد عليك وي وي، ما تردش عليه اساسا، ما تبقاش خايف على زعله قوي. انت المشكله انك هتبقى خايف على زعله، وانا عارفه كويس جدا وانا عارفه بقول لكم ايه، فارموا ارموا الاشخاص اللي زي كده، ما تخافش على زعل حد بيجرح فيك ويقول لك كلام مش حلو ويتدخل في شؤونك ويبقى مستكتر عليك اللقمه. الناس الحلوه قرب منهم وخدهم بالاحضان، كان بيها كان بيها. طيب برج السرطان كمان خلي بالكم كتير من قراراتكم، لان هيكون عندك تسرع في القرارات. خلي بالك ما تنساش المريخ متراجع بالجوزاء، وقراراتك بالنسبه لك ممكن تجيب لك مشاكل عديده. القرار ان انت تقرر ان انا اعمل مشروع، قرر ان انا اجازف بمال، تقرر ان انا اساعد فلان، ما انت هتساعد الناس اللي هتاخد منك مش هتديك على فكره. وخلي بالكم كتير، خلي بالكم كتير من مالكم من ممتلكاتكم. اي نعم انتوا هتكونوا حريصين، لكن في شخص قلبك مياله قوي هتبقى بتساعده وبتديله، فخلي بالك عشان هتندم بعدين. برج السرطان اذا القرارات الخاصه بينا، القرارات الخاصه بمشاريع، القرارات العاطفيه اول 9 ايام اخلي بالي كتير، ما بلاش قرارات عاطفيه اول 9 ايام. كان بيها كان بيها. ده كان من اهم النصايح المتعلقه بشهر ديسمبر لعام 2022. طبعا توقعات الاسبوعيه بنصحك بيه، الايام اللي هي السلبيه او الايام الايجابيه بنصحك ان انت تستغل الايام دي جدا. زي اول يوم في الشهر بالنسبه لك هيكون لطيف كتير وهيكون ايجابي جدا، هيكون فيه شيء سعيد ليكم بقدر هايل. المهم خلينا ننهي الفيديو دلوقتي، وفي التوقعات الاسبوع نبقى نحكي على باقي النصايح الخاصه بالاسبوع نفسه. اشكركم كتير، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.